دكتورة هالة، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. واحنا بنتكلم النهارده عن هذا الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس شركه اسبانيه لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. يمكن احنا اتكلمنا مع حضرتك اكثر من مره في هذا الموضوع، لكن في البدايه ايه اهميه ان يكون عندنا مراكز تجميع وتصنيع البلازما في مصر؟ طبعا بالنسبة للمشروع ده الحقيقة هو ليه أهمية زي ما حضراتكم تفضلتوا سابقا في البرنامج بتاعكم وأشرتوا ليه أكتر من مرة. ده أمن قومي مش لمصر بس، لكن للشرق الأوسط، للدول العربية، لقارة أفريقيا. ليه أمن قومي يا دكتورة؟ لأن المستحضرات اللي هيتم إنتاجها من تجميع البلازما دي بنسميها مستحضرات منقذة للحياة، يعني بياخدها الشخص وهو لا قدر الله لو ما خدهاش هيتوفى، كل شيء بأمر الله. بس منها فاكتور 8 أو معامل 8 لمرضى اللي بيعانوا من الهيموفيليا، مرضى النزيف المستمر أو اللي بيتولدوا بنقص في جين التجلط، الألبومين اللي بياخدوه كثير من المرضى سواء مرضى الكبد، مرضى الكلى، في الحروق. عندنا كمان الجاما جلوبيلين اللي هي حقن المناعة. كل الحاجات دي حضرتك بتدخل في الأمراض الخطيرة وبنسميها كلها أدوية منقذة للحياة، لأن المريض لو ما خدهاش لا قدر الله بيتوفى. الحاجة الثانية إن للأسف البلازما قليلة في العالم كله وبتعتمد على عدد السكان، يعني كل ما عدد السكان كان كتير، لأن المادة الخام بلازما، فإحنا من حسن حظنا إن عندنا عدد سكان كافي يكفي لإقامة هذا المشروع. يعني مثلا على سبيل المثال السعودية حاولت تعمله مع شركة فرنساوي، بس للأسف لأن ما عندهاش عدد السكان اللي يسمح بتجميع المادة الخام فالمشروع ما تمش. ولازم يعني يشترط إن يكون عدد السكان مثلا يعني كام مليون مثلا، يعني السعودية عدد سكانها مش قليل يعني أكتر من 30 أيوة مليون. ما احنا لا بس احنا فوق ال 100 مليون حضرتك، تمام. يعني انت بتتكلم على المادة الخام بتاعتك موجودة، احنا الشعب المادة الخام بتاع هذا المشروع. تمام. فاحنا عندنا مقومات. ثانيا احنا عندنا المشروع ده مقدم كان للريس من قبل شركة فاكسيرا المصل واللقاح. مصر واللقاح ليها تاريخ في القصة دي طبعا، وكان عندنا مصنع لمشتقات الدم. المصنع ده كان في من ضمن خطة إعداد الدولة للحرب في السبعينات، فيعني أصلا لينا سابقة تصنيع لمشتقات الدم موجودة قبل كده وأغلق للتطوير. ولما رحت المصل واللقاح قعدنا الدراسة مرة تانية وقدمناها لسيادة الرئيس علشان تدخل حيز التنفيذ. مراكز تجميع البلازما دي المرحلة الأولى، بعد كده المفروض يبقى فيه المصنع. ممكن مراكز التجميع هي فرصة استثمارية تصرف على الجزء الثاني من المشروع وهو المصنع. احنا عندنا 6 أو 10 مراكز متهيألي لتجميع المشتقات البلازما. والله هو احنا لو بدأنا بمركزين وكانوا ضمن يعني يخضعوا للجايد لاينز العالميه او المواصفات العالميه هنبقى عملنا انجاز، مش 6 بس، يعني مش 6 كمان يعني. لان عمل مركز ما هوش حاجه سهله، ده بيتاخد له اجراءات زي المصانع الدواء كده، وبيجي له تفتيش من بره. التفتيش ده بيجي يدي لك شهاده عالميه تقول ان انت مطابق للمواصفات العالميه في التجميع. تمام. فالموضوع بياخد وقت شويه في الاول، لكن طبعا ده مهم جدا وحاجه استراتيجيه، والشركه اللي اتفقوا معاها هي احد الشركات الاوروبيه اللي اصلا المشتقات بتاعتها او ادويتها مسجله في جمهوريه مصر العربيه وبيتم استيرادها فعلا من الشركه دي. تمام. وطبعا يعني زي ما يعني في بيان امامي الان، بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسه السفير بسام راضي، بيقول انه الرئيس وجه بالبدء الفوري في انشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر ووضع اليه فعاله ودقيقه لضمان جداره الاداء بالتعاون مع هذه الشركه الاسبانيه. مشروع زي ده يا دكتوره هلا يعني يستغرق قد ايه وقت؟ انجاز السؤال يعني. لا هو مشروع المراكز يستغرق على الأقل من 2 لـ3، لأنها بيجي لها تفتيش من بره من جهات معتمدة أجنبية من بره، فبيستغرق من 2 لـ3 عبال ما تاخد الأكريديتيشن أو الشهادة المعتمدة. المصنع ياخد له من 4 لـ5 سنين، وممكن يتبقى يعني الجزء المرحلتين يبدأوا بالتوازي. في نص المرحلة الأولى ممكن نبدأ المرحلة الثانية، ده تصوري الشخصي طبعا، لان انا يعني من دراسه المشروع.
التجميع لو جمعنا 100 طن بلازما هيطلعوا لنا ربع احتياجاتنا من الألبومين، هيطلعوا لنا 100% من احتياجاتنا، 150% من احتياجاتنا من الجاما جلوبولين وهو نص الاحتياج في العالم، هيجمعوا لنا 100% من معامل فاكتور 8. يعني هيبقى حاجة كويسة جدا لو بدأنا ب 100 طن. لكن المشروع اللي كان مقدم لسيادة الرئيس ان احنا نعمل مصنع يكفي طاقة إنتاجية 500 طن على أساس إن إحنا نقدر نكون نصدر. يعني مكان يطلع منه لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية على الأقل نأمن احتياجاتنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة هالة عدلي حسين العضو المنتدب لشركة خدمات الدم والمصل واللقاح سابقا، اتكلمت عن هذا المشروع وهذه المساعي الحثيثة من الدولة من الرئيس شخصيا لإنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر.